تمير، أنا أول مرة أشوفك وآخر مرة في الفلوس. طب تشوف البضاعة الأول. صح. أصلي اديله الفلوس. لا خالص. اثبت. بس السلاح. اركب العربية، اركب العربية. ايوه جنرال. لا انا لسه في الطريق. الناس جاهزين ومستنيين اخر التعليمات. تمام سعادتك، مع السلامه. التواريخ مش مجرد ارقام على ورق نتيجه بتترمي في نهايه اليوم. التواريخ اتعملت عشان تفكر الناس باحداث معينه فما ينسوش، ولو حاولوا ينسوا بنحرك الحدث اللي يجدد الذكرى ويفكرهم ان تأثيرنا هيفضل موجود ومستمر. ده انت على كده مشغل ناس هفق عشان يحصل لك كل ده. معلش يا جنرال، على رأي المثل الويلس قتل عرابي. وعرفت مين الويلس اللي توالس عليك يا عربي؟ وعلقته من شعر راسه. على فكرة مش العيب اللي اتوارث عليك، العيب في ضعفك. معاك حق يا جنرال، معلش الواحد ما بيتعلمش ببلاش. طبعا انت جاي لي النهارده عشان اللي خطفوك وحجزوك، صح؟ لا جنرال، انا طقصت وعرفت انهم من رجالتك، بس ما رضيتش اعمل حاجه الا المستأذن. ما تعملش يا دشوري، ما تعملش لما اقول لك. حاضر يا جنرال. طب والشيمي؟ أخي الشيمي ده حاجة غريبة جدا. بيدور على المشاكل وبيلاقيها، حاجة غريبة فعلا. أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أرد اعتباري من اللي عمله فيا. مش أنت لوحدك، الشيمي أعداءه بيزيدوا كل يوم. بس أنا الأولى بيه. لو كل الناس فكرت زيك كده هيبقى في صالحه مش ضده. مش فاهم يا جنرال. الفريسة لما يزيدوا صيادينها بتحس بالخطر، ولما تحس بالخطر بتأمن نفسها. احنا مش عايزين الشيمي يأمن نفسه. سيبلي سيبلي الموضوع ده وانا هتصرف فيه. ماشي يا جماعه. طب ايه رايك ان انت طلعت نبيل؟ يا دي احنا مش متفقين ان ليلتنا هتبقى في ليله واحده. اسكت، انا ما صدقت انا قلت لها وهي وافقت. ده انا حاسس اني بحلم. انت الغرام واكلك على الاخر. اي غرام يا لهوي. أمينة تستاهل. واحدة رسمت معاها الدنيا ولو انت الدنيا ما فيهاش غير شارع واحد ومكان واحد بنقعد فيه. الدنيا ما فيهاش غير بيت واحد هنسكنه سوا. عارف يا عمي، أمينة خليتني أسأل نفسي أنا كنت عايش إزاي قبلها؟ كنت رايح فين وجاي منين؟ أقول لك على حاجة، الحياة بدأت عندها. قبل كده كله ما كانش معروف ومش مهم وما كانش أي حاجة خالص. يا ريتك تأثر بقى على اللي فات بدل ما تقلب بينك كده. ليه بتقول كده؟ أنا بعد اللي حصل لي بره والشدة اللي اتشدتها هنا خلاص، ديما بتاع زمان ده انتهى خالص، طلعه من دماغك. هو ده الكلام، هو ده الكلام. سيبك مني أنا بقى خالص. أنت أخبارك إيه؟ حدوتك وصلت لفين؟ لسه في دماغك برضه؟ إيه؟
فاكرني شلتها من دماغي خلاص؟ لا انا ما اقصدش، بس انت فاكر يعني ان انت اللي بتحلم وبترسم؟ ها؟ ياه، احنا برضه بنعرف نحامي. انت عارف انا هعمل ايه؟ ما تخافش يعني. ما تخافش يعني. صحوبيتك انت ويوسف حاجه، وحكايه انا وامي حاجه تانية خالص. انا يا ابني بتكلم في الحلال. ماشي. انما ما قلتليش انت خريجة كلية ايه؟ لا انا مش خريجة كلية، معايا دبلوم. اه بس هي ناويه كانت تكمل يعني، بس احنا عندنا في المناطق الشعبيه ممنوع البنت تكمل اكتر من كده، ما بيردوش، بيخافوا عليها تطلع بره المنطقه حد كده ولا كده يضحك عليها يعني. بجد يا يوسف انتوا عندكم كده؟ امال ايه؟ ناس عبيطه بعيد عني، مش فاهمين ان البنت ممكن تعمل الغلط في قلب بيتها. ولا ايه يا جيجي؟ حق ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. طب ايه رايكم بقى نسيبنا من الكلام ده ونتكلم في المهم؟ أنا جمعتكم النهاردة عشان نتعرف على بعض بشكل أقرب، فياريت يعني. لا يا بابي، أنا عايزة أقولك إن أنا حاسة بجد إن أنا أعرف جيجي من زمان، حاسة إن أنا شفت زيها كتير. وأنا والله حاسة إني أعرفك من زمان. هنكذب من أولها جيجي ولا إيه؟ مدام غالية بنت ناس، شفتيها فين؟ شفت شبهها يعني، مش فاكر؟ سامية بنت أبلة أدرية كانت شبهك كده، فتولك وشرحة عينك، بدر مصور، بنت زي القمر. بس بقى ايه، ضحك عليها عيل صايع خد اللي وراها واللي قدامها، وابوها وعيلتها كلهم اتبروا منها. نصيبها كان وحش يا اختي واتلطمت في الدنيا. يا جماعه كلام الحوار اللي انتوا فتحتوه مع بعض ده، احنا جايين نقعد قعده حلوه ولا ايه؟ اه صحيح يا شيم، الا ما قلتليش، انت قلتلي انك محضر لي مفاجاه حلوه. شفتي بقى، اديني نسيت. ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ شفت يا يوسف؟ شيمي بيحبني قد ايه، جاب لي عربية. ما تغلاش عليك يا روح. مبروك يا جيجي. بس مش كنت تعلمها السواقة الأول يا شيمي بيه قبل ما تجيب لها عربية، ولا أنت مش خايف عليها؟ ليه يوسف؟ ما دلوقتي في سنترز كتير قوي بيعلموا السواقة في أقل من أسبوعين. أه بس أنا نسيت معاك دبلوم مش كده؟ يعني الموضوع هيطول شوية عشان تستوعب الكورسات يا جيجي. لا الكورسات دي ليكوا أنتوا يا بتوع الجامعة، انما احنا في المناطق الشعبية بنقراها كده وهي طيبة، مش كده يا شيمي؟ كده روح. بصوا حضراتكم، ايه ده؟ لا لا لا، اضربوا العيال ده، جابوا بقى معلش احنا بنقول اول تدبير حادث بعدد ضحايا كبير عمره ما كان مشكلة. ده ممكن يتعمل في مدرسة، في مترو، في عبارة. الأهم من عدد الضحايا هو نوعيتهم ومكان تواجدهم والأثر المترتب بعدهم. اختار مجموعة نشطة ومكان مفهوش أي شبهة خطر وابدأ التنفيذ. قدرت تورط أطراف كتير، كل ما النتائج زادت واتطورت بشكل تلقائي، وأصبح تحديد الطرف الحقيقي شيء في منتهى الصعوبة. يوسف مالك في إيه؟ أبدا مفيش. إزاي يعني مفيش؟ أنا واخدة بالي إنك متضايق من ساعة ما بابي اداه مفتاح العربية. وانا مالي انا اداه مفتاح العربيه ولا اداه الدنيا كلها؟ ده حاجته وفلوسه ويرميها في الحته اللي هو عايزها. انا اللي مضايقني بس يعني ان ده رزقك انت، نصيبك انت وابنك، ازاي بعطره بالشكل ده؟ ايوه عندك حق، وانا اصلا هتجنن من جوايا، مش عارفه اعمل ايه وبحاول امسك نفسي. خلي بالك يا غاليه، البنت دي مش سهله، وهتوصل للي في دماغها، يعني هتوصل للي في دماغها، وهتستحمل مننا اي رزاله واي قله ادب، بس في النهايه تعمل اللي هي عايزاه. ازاي يعني؟ ازاي ايه؟ ما هي باينه زي الشمس. هتتجوز ابوكي وبكره تخلف منه حته عيل وتبقى الروس اتساوت ويقاسمكم في نصيبكم. معقوله تكون بتفكر بالشكل ده؟ اه بتفكر بالشكل ده. امال بتفكر ازاي؟ بتحب ابوكي اللي قد ابوها؟ انا اعرفها امبارح، انا دي عشت سنين. Thank you.
تسلم ايدك حبيبتي. الهنا والشفا يا حبيبي. والله العظيم انا طول عمري علاقتي وحشه بالفطار، دايما كان يبقى بالنسبه لي اي نقنقه كده بس عشان اشرب سجاير وانزل اروح الشغل. انت عارف ان انا عمري في حياتي ما عملت فطار لحد ولا حتى لنفسي، كانت ماما هي دايما اللي تعمله لي. دلوقتي بقت متعتي ان انت تقول لي اعمل ايه فطار يا نودي وانا اقوم اعمله لك على طول. طب يا ستي يعني لو على كده اطلب منك كل يوم فطار وغدا وعشاء وشاي وقهوه ونسكافيه وهريكي طلبات. انت عارف يا يوسف انا قبل ما اشوفك كان موتي وسمي ان حد يقول لي حاجه واقول له حاضر، ما اطقش انا كلمه حاضر دي، اهون عليا اني اموت. كنت افضل كده الف وادور حوالين الحاجه وما اعملهاش ابدا، من ماما بقى في الشغل من قرايبنا من اي حد. المهم ان انا كده يبقى عندي الاحساس ان انا بعمل حاجه من نفسي. لكن دلوقتي متعتي ان انت تقول لي نودي قومي اعملي كذا وانا اقول لك حاضر يا يوسف. للدرجه دي؟ واكتر. متعتي ان انت تبقى راضي عني، ان انا اشوف نظره الراحه في عينيك كده لما تطلب مني حاجه وما اعملها لك. ربنا يخليكي ليا. ربنا يخلينا لبعض يا حبيبي. بصيت لقيتها فتحت الباب وبتطردني، مش فاكره ساعتها قلت لها ايه ولا عارفه ازاي رجلي نزلتني الشارع. فجاه لقيت نفسي في البيت مقهوره وبعيط، وكان ذل السنين كله اتشال واتحط في دماغي في الساعه السوداء دي. احول على قوتي الا بالله. كل اللي فاكره ساعتها يا ياسين اني حسيت اني واقفه قصاد الواد يوسف زي ما اكون شايفه عينيه هو وسامعه صوته هو. خلي بالك يا نبيها، الواد يوسف شارب قساوه ما يعلم بها الا ربنا، وما تزعليش مني، انت اللي عودتيه على كده. انا ياسين؟ اه انت. هو اي نعم مش واخدها منك بس برضه ما لقاش منك الوقفه اللي ترجعه عنها. ما عادش يجي منه بقى، خلاص. خلاص ايه؟ لا ما خلاص. الله، هو مش الجدع اللي اسمه شكري ده خلاص ربنا خده؟ يبقى فاضل لنا ايه؟ تتكلمي يوسف من النهارده. ايوه ياسين، بس يعني. بس ايه ولا ايه؟ في ايه؟ انت مخبيه عليا حاجه؟ والنعم ابدا يا ياسين، انا بس خايفه من يوسف وعمايله. خلاص يبقى مالكيش دعوه، انا هتصرف معاه. لا لا اصبر انت بس، انا هتصرف، انا هشوف طريقه كويسه كده اجيبها له بيها. صباح الفل يا عريسنا، مبروك، الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. مين حضرتك؟ انا يا سيدي فايز عمران صاحب العماره دي، وكمان ساكن في الشارع اللي وراكم. اهلا وسهلا، انا يوسف شكري، شرفنا يا باشا. الشرف ليا يا استاذ يوسف. نادين دي انا اللي مربيها زي بنتي تمام، بس هي بقى اللي ما عزمتنيش ولا على الفرح ولا على كتب الكتاب. معلش يا باشا امسحها فيا انا دي، احنا حبينا نعمل حاجه على الضيق كده مننا فينا بس. اه يعني مسافرين كده على طول؟ لا والله مش مسافرين ولا حاجه، احنا قاعدين. قاعدين؟ ليه هي نادين وميت غيروا فكرهم ولا ايه؟ ده انا مجهز العقود عند المحامي والفلوس اللي هم طلبوها. عقود ايه يا باشا وفلوس ايه؟ عقود خلو الرجل. اه يظهر ان المبلغ ما عجبهاش. آه ماشي. طب انا بقى عشان خاطرك وعشان خاطر وشك السمح ده انا هزود المبلغ ده، هعتبره هديه فرحكم. باشا انا مش فاهم حاجه، فواحده واحده عليا وفهمني. عقود ايه وخلو رجلي ايه؟ عقود الشقه اللي قاعده فيها حماتك. هي الشقه دي مش تمليك؟ تمليك؟ هو من 40 سنه لما جم يسكنوا وكان في حاجه اسمها تمليك؟ طب انا عايزك يا باشا عشان انا عندي ميعاد شغل مهم. لا انت شكلك مش كويس. ما تخافيش انا كويس، انا بس موجوع. مصطفى الله يرحمه قبل ما يسافر جه البيت وقعد معايا، كان عايز ياخدني معاه، قعد يقول لي يلا يا احمد لازم تسافر معانا ولازم تيجي. مش انت اللي كنت دايما بتفكرنا بمواعيد النشاط؟ استنى، ضحكت عليه قلت له مش هينفع اروح معاك عشان عندي دكتور بالليل. كنت متضايق قوي على اللي حصل لي، وكنت فاكر ان دي اخر الدنيا. حتى بعد ما عرفت اللي حصل لك ضعفت اكتر، وكنت متاكد ان انا لا انفعك ولا انفع اي حد تاني في الدنيا.
ممكن ما تقولش الكلام ده تاني. وبعدين كويس ان انت ما روحتش، انت كتب لك عمر جديد. طب افرض كنت روحت معاهم وكان جرى لك حاجه، ولا ما كنتش رجعت، كنت هعمل ايه بقى انا من غيرك؟ انا عرفت ان اللي حصل لي دوت ولا حاجه، كنت حاسس ان ربنا يعني استغفر الله ظلمني لما خد عيني. بس بعد ما مصطفى راح اتاكدت ان اللي حصل لي دوت ولا حاجه، اتأكدت كمان ان انا كنت مغفل قوي وعبيط، وحسيت كمان ان ربنا رحيم قوي. انا عيني راحت، بس هم عمرهم كله راح. ذنبهم يا شيماء؟ هم ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه شباب زي الورد رايحين يشجعوا رجعوا متشيعين؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم زي ذنب اي حد نزل بكرامته ورجع متهان، رجع بجرحه هيفضل جواه طول عمره. على الاقل دول ربنا خدهم وريحهم. استغفر الله العظيم يا رب. انا قصدي احسن ما كانوا يفضلوا عايشين ومحدش حاسس بيهم، وساعه ما يحسوا بيهم يظلموهم وشهروا بيهم. ذنبهم انهم بيحبوا بلدهم وكانوا عايزين ينزلوا يشجعوا. عارف يا دياب، امينه دي بنتي الوحيده، علشان كده انا ربيتها انها تعتمد على نفسها، تروح وتيجي وتسافر لوحدها. يمكن عشان طول عمرنا بنسافر، باباها طول عمره بيشتغل في الخارجيه، ده اللي خلاها كده حد قوي، حد شخصيته قوية، حد فاهم، قادر يتحرك لوحده. ايه يا ماما؟ انتي بتخوفيه مني ولا ايه؟ معقولة يا دياب؟ لا لا يا فندم خالص، لا خالص. دي أكتر حاجة عجبتني في أمينة، إنها معتمدة على نفسها. وإنها كمان غير كل البنات المكسوفين واللي خايفين حتى يعدوا الشارع. قصدك تقول إن أنا بجحة يعني ولا إيه؟ اهدي شوية، لا مش اهدي. لا بجد أمينة، أمينة شريك في الحياة بجد. إيد بتبني المستقبل معاك، مش حمل على الظهر. بيتقل المشوار. كلامك صح جدا يا دياب، وده دايما اللي كان بيخليني اقول للدكاتره اللي بيشتغلوا معايا انهم ينصحوا الامهات اللي بيربوا اولادهم على اساس بس التغذيه السليمه، لا يربوهم على اساس التربيه السليمه. ده اللي هيخلق لنا جيل قوي وفاهم وهينهض بالبلد دي. طبعا يا فندم، طبعا. مظبوط. مظبوط. كلمت الجماعه بتوع البرديات؟ ايه؟ ايه حكايتك؟ ها؟ بقالك فترة كده سرحانة على طول، واوعي تقولي سرحانة فيا. لا طبعا أكيد مش فيك. ما بتلحقش توحشني عشان أفكر فيك. طب ودي أصلا حاجة كويسة ولا وحشة؟ مش فاهم. طبعا أكيد حاجة كويسة. طب ومادام مش سرحانة فيا، سرحانة في مين؟ أنا بجد مش عارفة أقول لك إيه يا يوسف. أنا حاسة إن أنا متلخبطة. بابي ورامي وسعيد عاملين لي دربكة في دماغي. رامي محتاج لي قوي يوسف، وسعيد جنني قرفني في حياتي. انا مش مرتاح حتى لما بنام، بصحى من النوم بحس ان انا مهدوده، ودي حاجه اكيد مش كويسه. طبعا مش كويسه. بقول لك ايه، قومي اتجوزك. ايه؟ زي ما سمعت كده، قومي نتجوز دلوقتي. انت اتجننت يا يوسف؟ اه مجنون، وانت هتوافقيني على جناني وهنقوم نتجوز دلوقتي. لا طبعا مش هينفع، عشان في حاجات كتير قوي. لا مفيش حاجات كتير، ولا فيش اي حاجه تترتب. لا لا، وسعيد؟ سعيد تاني؟ مش الموضوع تتقفل خلاص؟ طب وبابي؟ لا بابي عادي، هتقول له ثلاث كلمات بالظبط، انا اتجوزت حبيبي بس. طب مش تسالني انت موافقه ولا لا؟ موافقه ولا لا؟ اه موافقه. طب يلا بينا. يا مجنون مالك يا ديب؟ في شكلك قلقانة. مامتي كنت بتوصليها؟ ما قالتش أي حاجة؟ لا خالص، أنا بس عشان عارفاك فحاسة إن في حاجة. في إيه؟ قالت لك إيه يعني؟ مبسوطة جدا ومقتنعة بيك جدا جدا، يمكن أكتر مني يا سيدي. أنا ارتحت. أمينة
ساعه ما عرفنا بعض دي حاجه، والنهارده بعد ما قابلت مامتك دي حاجه تانية خالص. لا بقول لك ايه، قبل ما تقولي الكلام ده، مش معنى ان انت قابلت امي معناها توريطه وتدبيسه والكلام البلدي ده. ها انا ماليش فيه. جامد تدبيسه ايه بتاعي؟ انا ما صدقت. هو بس في حاجه تانية. في ايه؟ عايز تقولي؟ عايز اقول ان كل واحد فينا من دنيا تانية خالص. قاطع بينا في النص. تفكيرنا زي بعض ما ينكرش. عملت مشروع واقف على رجلي. جوايا طموحي يهد الدنيا كلها. لكن في نفس الوقت اللي بيتجوز امينه ما بيتجوزش بتفكيره وفلوسه بس. دي عيله بتخش في عيله. فاهم قصدي؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان لو الدنيتين دول دخلوا في بعض لا هيبقى في صالحنا ولا هيبقى ضدنا. عايزك تفكر. احنا الو. ايوه مين؟ ساره. اهلا وسهلا، ازيك؟ تمام اوكي. دلوقتي حالا؟ طيب حاضر، ساعه وهبقى عندك بالظبط. اوكي ميرسي، باي باي. انا فكرت يا ديبا، وعارفه كويس قوي انا عايزه ايه. انت اللي محتاج تفكر شويه. ما تعرف انت عايز ايه بتهلولي. لا يا حبيبتي، انا اللي هستناك لحد ما انت اللي تزهقي. طبعا ما هو اللي بيحب هو اللي بيستنى. كنت بقول لك ايه، لحظه واحده معايا، لحظه واحده معايا. جيجي معايا واديك روح قلبي، هكلمك على طول ما تقفليش. خليكي معايا. يا بابي، مش تقولي مبروك؟ أنا ويوسف كتبنا كتابنا. بجد؟ تمام كده؟ طيب. عموما ربنا يوفقكم. ميرسي يا بابي، ميرسي. كلميني ما تروحي. أوكي يا بابي. باي. أيوه جيجي. أنت قدامك وقت قد إيه بالظبط؟ مرة واحد اسمه كارلوس، وأنت وديته للدكتور، الدكتور قال لها بياكل ايه على الفطار؟ وانت قالت له كلبس حبيب ام بياكل خروفين. قال لها طبعا غدا. قالت له كلبس حبيب ام بياكل بطتين. من كتر الاكل الدكتور اتفزع، فقال كلبس حبيب ام هياكلنا احنا الاثنين. مين الواد ده يا موح؟ ده رامي يا ام. لحقتي تنسي؟ لو انا كنت شفته قبل كده. ايوه يا ام، ده ابن غاليه ليوسف بيشتغل عندها، سابته يومين عندنا عشان مسافر. تعالى يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله، انت زي القمر. تعالى اقعد على حجري كده وهي قد امك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، جميل. عيني حلوه وخضره زي عينين ميمي بالظبط. يا حبيبي حبيب ام. روح ام قولي بقى، انت بتحب زوزه؟ اه. قد ايه؟ قد الدنيا. يا قلب امك، يا قلبي يا قلب زوزة من جوه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله. يا رب يا رب رزقك يا موحى بعيل حلو كده يملى علينا البيت. حبيبي مالك يا موحى؟ حقك عليا يا ام، ما تزعليش مني. يا طعن يا بنتي، والله ما اقصد. انا كان نفسي اجيب لك حته عيل تفرحي بيه وتحضنيه ويقولك يا ست، بس غصب عني بقى حكمة ربنا. يا بنت بلاش عبط يا بنت. ايه العبط اللي انت فيه ده؟ طب والله العظيم، والله العظيم ان شاء الله ربنا هيجبرك وهيرزقك وما هيحرمك ابدا. وبدل العيل هتجيب اتنين وتلاته واربعه سته، لا قول 12 عيل يجروا حواليا كده هوت ويملوا البيت. يا بنت بلاش عبط، امني بالله وما تقاسيش من رحمه ربنا. ربنا كبير.
خلاص يا بيت. احنا علينا قوي اديهم. انت عارف ان هما لما قالوا لي انا ما كنتش مصدق. اهلا يا سن، ما تقعد. حلو المكان، حلو. استأذنت الجنرال قبل ما تفتح الهلمة دي كلها؟ ليه؟ هو خلاص مسك الحي ولا ايه؟ لا، مسك رقبيكم. انت هتنتهي مين في الرئاسة يا ديبو؟ شكلك لسه ما رستش، زيك زي ناس كتير قوي. محدش بقى فاهم أي حاجة في البلد دي. احنا عايزين ده. شفت الصورة؟ وده بقى اللي انت ماسك له الحملة الانتخابية. بقى تقدر تقول كده حملة تصفية. في يا سن، ده انت بالمفهومية. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا لك خلاص بطلنا. معقولة يا راجل؟ ولما انتوا بطلتوا الموضوع ده هتشتغلوا فين بعد كده؟ هنا. هنا اشتغل هنا. مكان هنا حلو وعجبنا جدا على فكرة. ناس رايحة وناس جاية، مبسوطين الحمد لله، ملكنا على فكرة. شوف يا ديبو، أنا قلبي عليك عايزة تحطها على فودنك. الشغل لوحده مش كفاية. لو مفيش بيزنس جنب الشغل مش هتعرف تعيش. بقول لك يا فندم، تاكل رز بسمتي؟ انت مين؟ انا اول مره اشوفك. واخر مرة في الفلوس. طب تشوف البضاعة الأول. صح. أصل اديله الفلوس. بسمعها كتير قوي لوحدي يا يوسف. كنت ببقى عامله زي العيله الصغيره، بقعد اتخيل ان احنا الاتنين واحنا في ليله فرحنا وانت لابس البدله وشكلك زي القمر وانا لابسه فستان الفرح وبرضه شكلي زي القمر. طبعا زي القمر.
أنا حاسة إن قلبي بيدق بسرعة أوي. مبسوطة بجد يا يوسف إن إحنا خلاص اتجوزنا وبقينا مع بعض. بس بصراحة أنا كان نفسي توافق إن إحنا نعمل فرح. أنا نفسي أكتر منك يوسف بكتير بجد. بس أعمل إيه يعني؟ أنت عارف مكنتش عايزة رامي يشوفني وأنا لابسة في سن الفرح كده يعني. عندك حق، بس أنا كان نفسي أحقق لك حلم كده وحلم أنا كمان. ما تيجي نروح؟ بس أنا هوصلك البيت الأول، وبعد كده أروح البيت عندي أجيب شوية حاجات وأرجع لك على طول. بس أنا شايفة نفسي في عينك، أول مرة أشوف نفسي حلوة أوي بالشكل ده. أنا هاجي معاك على بيتكم ونروح مع بعض. طب وفريدي بقى أنا أصحى؟ رامي كان في البلكونة عند البيت وشافك وانت داخلة وشاف عربيتك، نقول له ايه؟ ده المفروض ان انت مسافرة يعني. صح، عندك حق. طب يلا نمشي. الحاجة بتاعتك في العربية يا مدام، بس أنا عايز أعرف أنت ما قلتليش ليه؟ ممكن تهدى ونتكلم؟ مش أهدى، عايز أعرف أنت ما قلتليش ليه؟ أقعد ونتكلم. بعدين مش كل حاجة لازم تعرفها، بس المرة الجاية لما أطلع. مفيش مرة جاية. هو انت فاكره ان في مره جايه ولا ايه؟ هو انت فاكراني ايه؟ انا عايز اعرف سبب واحد بس يخليك تعملي كده. ناقصك فلوس ولا هو مزاج؟ هو في ايه يا ري؟ ما انا عارفه انك بتعمل كده من زمان عادي يعني. وبطلت؟ ولعينك بقى، انا كنت بعمل قوي سخن من كده بكتير، بعمل حاجات ما تخطرش على بالك. بس خلاص بقى، انت الوحيدة اللي اتكلمت معاها. كنت فاكرك هتفهميني، فاكرك هتتعاملي معايا اني بني ادم محترم ونضيف. بس يا خسارة، اصل منوع في الوساخة بيشوف كل الناس اللي حواليك. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انت ولا حاجة، انت زيك زيي بالظبط، بس الفرق الوحيد اللي بيننا ان انا اخترت ابقى نضيف. انت نسيت انت كنت ايه؟ كنت وسخ، بس كان ليه اسبابي. تقدري بقى انت تقولي لي ايه اعذارك؟ عشان ده حقي. انت ليه مش عايز تفهم ان انا دفعت تمن اللي وصلت له؟ دفعت ايه وازاي؟ مش مهم تعرف، بس دفعته. واللي انا باخده دلوقتي ده اقل حق ليا. يا سلام، طب ما غيرك دفع وبرضاه مش غصب عنه. مش ذنبي ان هو انسان عاجز ما عرفش ياخد حقه ابدا. يعني انا دلوقتي لما موتك وخدت اللي معاكي باخد حقي، مش كده ولا ايه؟ انت ليه مش عايز تفهمني؟ انت مش عايز تفهميني؟ اقعدي مع نفسك كده وفكري، هتلاقي الغلط اللي فاكره في مصلحتك هيخليك تندمي طول حياتك. انا ده فريده.